حكاية أخرى. طيب قبل ما نروح للحكاية الأخرى، كنت لسه بشيد كتير بالمصري وأداء المصري وتحسن أداء المصري. يعني زي ما كنت بقول لكم من شوية، في حبة كده حسيت إن المصري ماشي على سطر وبيسيب سطر، بس النسق بتاع المصري دلوقتي حسسك إنه كابتن علي ماهر وجهازه الفني مع المجموعة اللي موجودة دي من اللاعبين، لا خلاص طبعوا على بعض. عشان كده أنا أتصور إن الفترة اللي جاية بتقول إن المصري هيبقى واحد من أقوى فرق الدوري. الآن في المركز الثاني، وهو تحت إنبي اللي بيتفوق عليه مباراتين إنبي في الترتيب، وفرق 3 نقاط فقط. يعني المصري ماشي بشكل ممتاز جدا حتى هذه اللحظة في رأيي يعني، وده اللي يأكده أو يقول عكسه كابتن الكبير كابتن محمد عبد الكريم المدرب العام لفريق المصري البورسعيدي. يا كابتن محمد مشرف ومنور كالعادة. حبيبي يا كريم، انت اللي منور دايما ومتألق دايما يا حبيبي، وبشكرك على المقدمة الجميلة دي. حبيبنا يا كابتن محمد، المصري بيتحسن كثيرا يا كابتن محمد، والأداء بيتحسن، المنظومة كاملة بتتحسن، وشايفين انه بقى فرقة ماسكة نفسها كده، فرقة ثابتة على الأرض تقدر تكسب في أي وقت زي ما حصل النهاردة. يعني الحمد لله كريم، الموضوع عايز وقت يعني. فطبعا طول ما الوقت وعدد التمارين ما بيزيد، دايما بتقول اللعيبه 50 تمرينه غير 100 تمرينه غير 1000 تمرينه، وبتحفظ السيستم اللي موجود، وطريقه اللعب بتاعتنا صعبه جدا، الناس كلها بتقول صعبه سهله، لكن انت تخش جوه الجيم هتلاقي الدنيا صعبه جدا يعني. فالحمد لله، الحمد لله زي ما انت قلت الاداء متحسن. احنا كل مبارياتنا راضيين عن ادائنا، التوفيق وعدم التوفيق ده مش بتاعنا. الحمد لله الكابتن علي موصل للاعيبه الهدف ده، ان دايما دايما نبقى لازم نازل الملعب عندي شغف ان انا اعمل حاجه. صح. احنا بمرنك طول الاسبوع، وبالنسبه لك عارف انت يا كريم، انت بتحضر للبرنامج بتاعك، ولما تيجي تخش البرنامج عندك شغف انك انت عايز تعمل كل حاجه. مظبوط. فهو ده اللي احنا موصلينه للعيبه، ان في التمرين بتاخد كل حاجه انت عايزها. صح. اللي احنا عايزينه نوصلك ليه. انت بقى في ادائك في الماتش بعد الاحماء خلاص ده دورك انت مش دورنا احنا. صحيح. فالحمد لله ده وصل للتجانس والتفاهم بين اللعيبه وبين الصفقات الجديده، ودايما محضرين كل الناس، فكل الحمد لله، الحمد لله على الاداء وعلى النتائج الاخيره في الدوري الصعب ده. انا بقول لك الدوري الصعب، دوري لما ينتظم يا كريم وكل الفرق تلعب قد بعض الدنيا هتبان. صح. لكن دلوقتي زي ما انت شايف الجدول ملخبط، لكن الحمد لله احنا كجهاز فني راضيين، واعتقد الحمد لله بجمهور بورسعيد باداره النادي مبسوطه، لكن احنا لسه في كتير قوي موصلين للعيبه، وفي لعيبه لسه ما طلعتش اللي عندها. هيبقى في توقف تقريبا كبير جدا يا كابتن محمد في رمضان، يعني تقريبا جوله واحده اللي هتلعب في رمضان في الدوري. التوقف ده هيبقى مفيد بالنسبه لكم ولا مضر؟ انا مش شايف ان هو مضر. مضر ليه بقى؟ احنا وصلنا لفورمه كويسه، عدد المباريات اللي احنا لاعبينها بعكاس الربط حتى، فوصلنا لفورمه كويسه، وصلنا ان احنا دايما في لغه الكوره كريم المكسب دايما بيجيب مكسب. لكن لما تيجي توصل لفورمه كويسه قوي بعد كده يحصل توقف الطويل دوت، ما اعرفش سببه ايه. فلكن في الاخر اتحاد الكوره ورابطه الانديه مشكوره، بتعمل احنا ماشيين وراها. وطبعا منتخب مصر بالذات الكابتن حسام حسن اللي بارك له المره الثانيه، واتمنى له التوفيق مع المنتخب. طبعا. فهنشتغل لحد ما يحصل توقف، لان تقريبا برضو ان في ماتشات كاس مصر هتتلعب. فدي برضه يا رب ما تبقاش بعيده عن الدوري يعني. طيب. احنا المفروض هنلعب يوم 7 مع سموحه، ويوم 12 مع زفت، وبعد كده توقف. فنتمنى الفتره دي كانوا قايلين ان كاس مصر هيتلعب. النهارده في المباراه كابتن محمد كنت بتفرج عليها، انا كنت قاعد على كرسي مكتبي، وقمت وقفت على الفرصه بتاعه شامي وصلاح محسن. انا اتخضيت ما اكذبش عليك. طبعا كل اللعيبه بتضيع، كل اللعيبه بتضيع، كل اللعيبه واقف وطرائف بالظبط، كل اللعيبه بتضيع، بس مثلا ايه محمد شامي انفراد كامل 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 كامل، وكل الكره معانا اهي انفراد كامل. وبعدين اتصدمت اكتر من صلاح محسن كمان، ان هي بقت اسهل عند صلاح محسن، يعني كانت سهله للشامي وبقت اسهل لصلاح محسن، والاثنين بصراحه تصرفوا تصرف ما كانش فيه توفيق، يعني لو نقول اللفظ ده انسب يعني. يعني الحمد لله طبعا. لا قولي الاول رد فعلك ايه؟ ما انا وقفت من على مكتبتك. هو رد فعلي يا كريم ان هي الحمد لله كانت اخر كوره. كان خلاص يعني. ممكن في الماتشات دي يا كريم يحصل ايه؟ تترد فيك تحصل جون، كوره ثابته، كوره مش ملعوبه. صح. فده اللي بيحصل دايما، بدون اللعيبه الجون الثاني والجون الثالث بيقتل المباراه. صحيح. فبقول في الاخر بقول هاتوا الكوره يا شباب وكملوها كانت حلوه. اتفضل يا كابتن.
فبقول الحمد لله في الاخر ان الحمد لله وصلنا للهدف ان احنا ناخد 3 نقط مهمين جدا مع فرقه محترمه جدا بقياده كابتن محمد عوده والجهاز الفني. بتمنى لهم التوفيق في الماتشات اللي جايه. هنقفل يا كريم ولان عندنا طيب برضو انا بس يا كابتن محمد عشان بعد ما هقفل معاك انا هتكلم على الفرصه دي لحاجات تانية بعيدة عن المصري او حتى اللعيبه النهارده اللي ضيعوا الفرصه دي. حاسس ان احنا عندنا مشكله يا كابتن محمد في اللعيبه عموما في مصر. انا مش عايز اوقف القصه عند الشامي وصلاح محسن عشان كتير من لعيبتنا سواء حتى المحترفين اللي بيجوا لنا بيضيعوا فرص شبه دي. لما تشوف الكوره اللي زي ديت مثلا في دوريات اوروبيه او حتى مش دوريات اوروبيه كبيره يعني مش الخمسه الكبار، على الاقل مثلا هتروح في القايم هتمشي من جنب الخط هيبقى فيها صعوبه كبيره يعني هتضيع برضو في حظ بيبقى وحش. بس احنا انهاء الهجمات عندنا في مشكله كبيره جدا ودي حاجه بيعاني منها كل الفرق المصريه مش بس المصري ده من الاهلي وانت نازل يعني الاهلي والزمالك وكل الفرق المصريه. انا معاك يا كريم. الاهم في اللعيبه التفاصيل دايما الكابتن علي بيقول لهم الاهتمام بالتفصيله الصغيره. هذه تفصيله صغيره يعني تفصيله صغيره لكن الشامي مجتهد وصلاح محسن طبعا هداف لكن هو ده الاهتمام بالتفصيله الصغيره دي ممكن تخلص لك مباراه. صح هو ده اللي انا بقول عليه. هو لعيب مصري ده نقصه ده نقصه الاستمراريه في الاهتمام. مش انا مهتم في ماتش النهارده واجي الماتش اللي جاي ما بقاش مهتم. ايوه وعشان النهارده متقدم بهدف والمباراه بتخلص برضو نفس القصه في الاهتمام بالفرصه يعني اللي هو لو الحكم ادى 30 ثانيه حتى لو ادى 30 ثانيه ممكن بتقول لي رد فعلكم ايه؟ ما رد فعلنا ان الحمد لله ان ما فيش وقت. صح لان زي ما بقول لك الكوره كده الكوره علمتنا كده. مظبوط علمتنا انك انت لازم في لحد اخر لحظه تهتم بكل حاجه لان ممكن فرصه زي دي ترد فيك لو في دقيقتين في دقيقه في بتاع ترد فيك ممكن تاخد وانت ايه في الماتش عامل ماتش كويس ومضيع فرص ثانيه. صحيح وفي الاخر ممكن الماتش يخلص تعادل. طيب. لكن بقول الحمد لله مبروك للعيبه والجهاز الفني والاداره والكوره. طيب كابتن محمد انا حاسس الدوري السنه دي مش هقول سهل بس قريب الفرق كلها قريبه من بعض حرفيا. احنا دايما كل سنه نقول ايه الفرق كلها قريبه. السنه دي الفرق كلها قريبه. انتوا طموحكم كمصري او اهدافكم كمصري توصلوا لحد فين في الدوري السنه دي؟ بص يا كريم وانت كنت قريب مننا وعارف جهاز الكابتن علي احنا كجهاز فني عندنا طموح الى ابعد مدى. لكن في عوامل كتير قوي زي ما قلت لك من شويه انتظام جدول الدوري. ما اقدرش اقول لك الدوري زي ما انت بتقول لكن في فرقه لعبه 11 ماتش ولعبه فرقه لعبه 14 في لعبه النادي الاهلي لعب 6 مباريات. صحيح فانا اقدر اقول لك الحته دي امتى لما كل الفرق نلعب زي بعض. هتيجي هتلاقي الامور اتضحت في 6 7 8 فرق فوق في 3 4 5 مثلا بيصارعوا من الهبوط. نتمنى التوفيق لكل الفرق وفي 4 5 فهو ده هيبان. صحيح لكن احنا طموح كجهاز فني وكاداره بصراحه بشكر مجلس اداره النادي بقياده مستر كامل ومستر موسى المشرف عام على الكوره بموفق كل حاجه للكابتن علي واحنا كجهاز فني والجمهور بورسعيد. الجمهور بورسعيد نفسه يفرح احنا كمان نفسنا نفرح. احنا كجهاز فني بقياده الكابتن علي زي ما قلت لك قبل كده ان طريقه لعبنا واسلوبنا بيحتاج وقت شويه عشان عدد التمرين لما بيزيد والتجانس يحصل هو ده اللي بيحصل. فمهم جدا يا كريم ان احنا نوصل اللعيبه اللي هي بره اللي بره لما تلعب تبقى هي زي اللي جوه وده حصل المباراه اللي فاتت. غايب عندنا صلاح محسن وميدو جابر ما حسناش بفرق. مزبوط. النهارده برده كذلك صلاح قاعد بره وفخر الدين فنزلوا عملوا الفرق. صحيح الحمد لله نتمنى النادي المصري التوفيق واحنا كجهاز فني بنشتغل وبنجتهد والتوفيق ده بتاع ربنا ان شاء الله. الكابتن الكبير كابتن محمد عبد الكريم المدرب العام لفريق المصري البورسعيد انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.